بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندي حاجه حلوه قوي قوي جميله، هتعجبكم جدا وهنقدر نعملها وننفذها. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده لا بقصومات ولا اي حاجه، هتاكلي وتتكومي تاني. ايه هو ده ايه؟ مش ضد مرضى السكر، ضد الكسر. ها الله، هنبدا نرص مع بعض دلوقتي. حلو قوي والله، جدا ده طعمه روعه عشان ياكلوه في المدارس. يلا رص. هنشوف بقى القراقيش او زي السميت او المقرمشات دي اتعملت ازاي بسرعه كده. كنا عندي 300 جرام دقيق، يعني كوبايتين كبار من الدقيق، 100 جرام زبده، يعني معلقتين كبار من الزبده اللي هي بيكون جامده مش دايبه، معلقه صغيره بيكنج باودر. بيكون عندي 100 جرام سكر او 3 ارباع سكر بودره، 3 ارباع كوبايه سكر بودره، رشه فانيليا. بيكون عندي بيضه، 100 لبن، 100 مللي لبن او نص كوبايه لبن، معلقه ينسون. دي المقادير بتاعتنا. بيكون عندي سمسم محمص وحبه البركه عشان نرشهم على الوش. الموضوع كله مش هيستهلك معانا حاجه ولا وقت ولا اي حاجه، هنشوف هنعمل ايه بسرعه. اول حاجه بجيب ادي الدقيق، بحط عليه معلقة اليانسون اللي هي المواد الجافة، بحط عليه البيكنج باودر معلقة صغيرة، أهم حاجة إن احنا نخف المقادير. وأدي البيض، بنحط عليه ربع معلقة صغيرة فانيليا ونشيل الفانيليا. اتفضل عندي كده كالآتي، أدي السكر، الزبده عليها السكر، بعد كده البيض والفانيليا، بعد كده اللبن، بعد كده الدقيق اللي عليه اليانسون والبيكنج باودر. بقت مهمتنا سهله جدا. يلا بينا يلا بينا. ادي الزبده وادي السكر البودره، هنمشي الطابور زي ما دايما اعلم حضراتكم. وادي الزبده مع السكر البودره، خفق كده. عندي مضرب ماشي، عندي عجان ماشي. انا طريت الزبده شويه ليه؟ لان انا هشتغل بايدي وما عندي العجان وعندي المضرب، عايز الخليط ده يبيض معايا. يبقى دي كده الزبده مع السكر والمضرب. حضرتك بتعمل ايه؟ ها ولا حاجه، عندك مواعين بس في الحوض، روح اغسليها. نعم، انا جاي اقول لك تعالى اشرب الشاي وانت تقول لي عندك مواعين في الحوض. بلاش كبر، بلاش كبر. مش كبر يعني، حاشا لله ان الواحد يتكبر، بس انا بقى عندي قناه وراسي بقت سوى راسك، عيب تشغلني تحت ايدك، ما يصحش. اه والله اوعى كل ده بيتسجل. لا انا مش بسجل، بس اوعى، ما بحبش اللي ينسى ان في يوم من الايام كان شغال تحت ايدي او كان بيتعلم. انا مش ناسيه ان انا في يوم من الايام كنت تحت ايدك وبتعلم، بس سواني. مش تحت ايدك، انا صبي، انا كنت مراتك وبساعدك. ثواني هسجل بس الحته دي، ما تتكلميش دلوقتي. ادي البيضه والفانيليا برضو تختفي مع الزبده والسكر. طب روح انت هشرب الشاي واجي، بس بقول لك اغسلي لي المواعين دي. يا حبيبي انا اغسل المواعين، ما عنديش مشكله، ده عادي يعني، بس ما اغسلهاش بصفه ان انا المساعد اللي بغسل لك. لا هتغسليها بصفه المساعد اللي انت بتغسلي لي، وان كان عاجبك مش عاجبك ما تشتغليش معايا. لا ما انا مش عايزه اشتغل معاك، انت صعبان عليا، داخله صعبه. ما فيش حاجه قبلها بثلاث شهور بتقدمي لي طلب انك هتسيبيني بعد ثلاث شهور، وبناء عليه انا وافق او ما وافقش. ده على اساس ان انا شغاله معاك، انت برضو ليه مش عايز تفهم ان انا شغاله لوحدي؟ مفيش كلام من ده، الكلام ده انا عملتك، خليتك النجمه، خليتك ناطحه النور. نجمه ايه يا عم؟ ده انا كلي على بعض 2 سنتي. خليتك، ما كلكم كده 2 سنتي، بس انا خليتك نجمه. طالما خليتك نجمه روح اغسل المواعين واقعد تنسي نفسك قصادي، امشي. اغسل المواعين بصفه. اصبري اصبري هشغل، بس اصبري اصبري ثانيه واحده. ادي كده نص كوبايه لبن او 100 مللي لبن، استني هفصل بس. ها
قولي بقى كنت بتقول ايه؟ ما برضو بقى بقول لك هغسل المواعين بصفتي انا يعني مراتك واقفه جنبك وبساعدك، هتقبلها كده؟ هتقبلها كده هغسلها. خدي يعني ايدي وقلبي، مش عايز كتر كلام، خلينا الحق شغل. استني استني ما تتكلميش دلوقتي. يبقى كده يا جماعه الزبده مع السكر والبيضه وادي اللبن وادي الدقيق مع البيكنج باودر رشه الملح. وايه اللي انا بقلبه ده؟ انا وايه اليانسون؟ بسكوت اليانسون ده ولا ايه؟ عندي حاجات اكبر منكم لسه، خليكم انتوا بس في ال، خليكم شوفوا الفيديو بس وروحوا اعملوه على قناتكم، عجبني قوي هعمله في قناتي. لا حول ولا قوه. عجبك اعمليه في بيتك لاولادك. قلبي مش عايز كتر كلام. استني يبقى شفتوا كده، استني هشغل. يبقى كده احنا جاهزين ان احنا نحطه في كيس ان شاء الله، حتى كيس المدارس لو عملته لاولادي. ونبدا ان احنا انت شمتانه ان انا صوتي تعبان كده. لا يا حبيبي بعد الشر عليك والله. امال ايه يعني شايفك كده؟ مش انا مش عاجبك يعني. انا فداك يا عمري، انا فداك. لا شايف ان انا مش عاجبك، ان انا مش عاجبني انك انت تشغلني تحت ايدك بقهر. انا ما بشتغلش تحت ايد حد. صدق بالله ممكن اشغل الكلام ده واسجله لك والناس تسمع. والله ما تقدر. الست الجميله والله ما تقدر. الحلوه بتقول لي مش هتشغلني تحت ايدك. والله ما تقدر. ثانية. وعلى فكرة أنا مش هيفرق معايا حتى لو أعلنتها عند قناتي أقول لهم أنا مش عايز أشتغل تحت إيدي شيف محمود، أنا بشتغل تحت إيده محبة بساعده، لكن يحس إن أنا المساعد اللي تحت إيده لا، ده هيهات. مش عايز كتر كلام. هيهات 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 عند أم لطفي أهو. هبتدي أعبيه الأول. بصوا بدخل إيدي كده أهو ونعمل نبدأ نعبي، ما ننفخش ببقنا عشان الكورونا. هنبدأ بقى كده نقطع هنا كده، مش عايز اسمع صوت المواعين وانا شغال. هنبدا نقطع كده اهي، مش عايز اسمع صوت المواعين وانا شغال. يعني انت بتعرف الناس ان انا واقفه بغسل لك المواعين؟ انا اولا مش مشغل. يشرفني يشرفني ان انا بغسل لك المواعين بصفتي زوجه محبه وخدومه. وايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ بوزو ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ها؟ بيتقطع كده. اوسع الفتحه شويه كده، كويس اهو. ده بقى زي الايه؟ زي الليدي فينجر بس هو غير كده. زي الايه؟ ودي حاجات دي كبيره عليكم شويه. رشي لي سمسم على السطر ده. الليدي فينجر بسكوت اصابع الست. لا يا حبيبي. لا لا اصابع الست. الست دي هناك عندك. مش الليدي فينجر ودي مش حلوه دي. لا يلا اعمل غيرها، اعمل غيرها. ده مش ليدي فينجر، ده جعردي فينجر. لسه صغيرين على الحاجات دي، خليكم في شوربه. ايه لازمته ده؟ انا عايز افهم. اعملوا لنا حاجه نعرف ناكلها، نعرف نقولها. ايه ده اللي انت عامله؟ خليكم في شوربه العدس. الله بموت فيها والله. والبصاره والمسقعه. وهو يا حبايبي ربنا يخليكم يا حبايبي اهوت، حبايب قلبي ربنا يخليكم. وعيب ان احنا نحب المشاهدين. لو بتحبوهم من قلوبكم بتقولوها من قلوبكم عينيا، انما عشان تجيبوا مشاهده. انت لو تعلم احنا بنحب المشاهدين ازاي، اصل هم ليهم قيمه عندنا. كل كده في حياتكم لما الاذان يدا تسيبوا شغلكم وتروحوا. طب اقسم بالله طول ما انا واقفه بستغفر ربنا من عشرتي ليكم. لا اصل ما بحبش شغل التمثيل ده. لا والله لا والله. انا عارف ان اليوتيوب كله هيقلب عليا، بس انا مرتي اتفاعل. حبش التمثيل. بعد الشر تعالى شيلها لك. انا شلت المراره اول السنه ما دفعت بين 10,000 جنيه، تعالى شيلها لك. انت واقف تعمل اكل ما تقعدش تقول ماشي. الله ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام، خليك في الاكل. انت عايز تقول يعني ان الذكر ده له وقت والتركيز في الشغل ده خليك في شغلك. بس ما فيهاش حاجه اما نذكر ربنا كل وقت. اسمعنا بتذكروها على اليوتيوب زي البومب وتقول لك والنبي لما موت بفتوك يا ست، ما تبي تتلقح تموتي. ده حاجه نيه والله العظيم، جابوا لي الضغط وحياه ربنا. ابدا ارش يا قمر من الضغط. ابدا ارش ايه على جزء حبه البركه وجزء اصل انا يا جماعه معلش ما بحبش التمثيل. حبه البركه ليه؟ ما كفايه ينسون. عارفين لو بحب التمثيل كان زمان معايا ملايين وفي اكبر القنوات دلوقتي، بس انا ما بحبش. خليك فقر زي ما انت. ما بحبش الحركات دي والتمثيل ده وبتاع. خليك فقر. قدامكم اهزر، انا ممكن ما اقولكمش قدامكم اهزر واتكلم. بروح يا عم انت لازم تغرق الصاج، ما ترش على البتاع بس هتضرب كتير. بس بشتغل وانا متعصب. اسكتي. ليه يا اختي ما تتعصبيش يا قلت يا قلبي انت؟ شايفين مراتي عشان بنسجل بتعمل معايا كده عشان تقول عليها طيبه. والله العظيم على طول بدلع. وخدوا حبيبي ده بعد ما نخلص دلوقتي هغسله المواعين. هو ده اللي انا بقوله بقى. ايه هو؟ انا نفسي نكون كنا جاهزين لابسين لبس يليق بالقناه يعني
واصور لكم شكلنا احنا الاثنين. ولا لابسين لو كان زمان لابسين مايوهات دلوقتي؟ لا لابسين ترنجات بيت عاديه يعني. انت لابسه مايو وانا لابس المايو، كان زماننا يجي لنا 3 مليون مشاهده، وده من احد الاخطاء اللي بتحصل. لا ابدا، انت قصدني انا عشان صورت في البحر؟ لا 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 لا, لا, لا انت كده قصدني انا. كنت لابسه لبس محترم جدا. ما هو كان مايو يا عم. لا لا مايو محترم، انا بتكلم على البيكيني والكلام ده. اوه حاشا لله، حد الله بينا وبينه، بيكيني ولا تغديني يا عم. ولو يقول لك وتخش تلاقي الواحد معلق لك تعليق، اخص عليك يا استاذ. طب انت بتتفرج ليه يا عم؟ انت لقيت مثلا بيكيني اخص عليك يا ابني، ده انت في النار. ما هو بعد ما اتفرج يا عم بيستغفر ربنا بالتعليق. انت في النار، انك انت صورت واحده صحيني بس. احنا خدنا وقت كتير، يلا عشان مش مهم. دي دروس للناس. صحك يا بابا. انصح مين يا ماما؟ اتفرج وشبع فرجه وبعدين على تيتا. يلا دخل ده الفرن، درجه حراره 180، هياخد معايا في حدود تلت ساعه. يلا بينا. يلا شايفين المنظر عامل ازاي؟ ولا فرش ولا اي حاجه، منظر مميز وجميل، وبيبقى طري كريسبي كده وطري من جوه، روعه يعني. نار هاديه. وادي عندنا طلعت مقرمشات، سموها بقى زي ما تسموها، ولا خميره ولا حاجه، هسيبها تبرد وافرجكم عليها، نعبيها بعد كده في علبه، الولاد ياخدوها المدارس معاهم، نشرب بيها الشاي في الشتاء داخل علينا اهوت. لو عجبكم الفيديو يلا بينا بسرعه نعمل لايك وشير قناه الشيف محمود عطيه، ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان تتابعوا كل الوصفات اللي انا دايما بحب اقدمها لكم. وان شاء الله باذن الله تكونوا موفقين في كل وصفه. اهم حاجه ان احنا كنا بنقول انها تكون اقتصاديه. وعلى التليد، شكرا ليكم، سلام عليكم.